هاي جيسي. هاي. سافا؟ سافا وانت؟ اليوم مشاهدينا رح نسليكم شوي بهالفقر، عنا شي ربع ساعه ثلث ساعه سوا، محضرتينا فيديوز حلوين. صح. مميزين كمان بنفس الوقت. مزبوط. هلا لان صار لنا زمان انا وياك ما طلعنا سوا، اشتقت لك، قلت خليها تكون فان ابيزود. رح نكون عم نشوف فيديوز ترندنج ذات ترندد بيفور، مش ضروري هلا، منهم مؤثرين، منهم مهضومين وكيوت، كلهم بيتمحوروا حوالي الباتس، في من وراهم مسجز. سو رح يكون في مجموعه من الفيديوز. اوكي، سو هنحضرهم واحد ورا الثاني 100%. هلا اذا عنا ردي اول فيديو بنشوفه وبعدين بنعلق شوي عليه. Welcome home, buddy. You and me, we were made for love. A lifetime is not long enough to show you what you mean to me. See you later, buddy. Hey, I'm sorry. I decided I shouldn't drive home last night. I stayed at Dave's. When you come on, I'm back to me. Yeah, I'm back. شو مهضوم؟ It's cute. هيدي هي اساسا دعايه awareness انه اليوم الواحد ما لازم يشرب، لازم نكون responsible وقتها نشرب، اذا مش قادرين نسوق ما نسوق. هلا اكيد في دعايات تنعمل انه الاهل بيكونوا ناطرين، بهيدي الدعايه كان بس حتى البت بينطر صاحبه. واتس سو ترو، كل شخص عنده بت بيعرف كثير منيح انه رح يكون ناطره، الكلب او البسينه. سو استعملت هيدي الفكره in a nice way. The campaign أخذت ضجة كبيرة. إذا منفوت على يوتيوب بنشوف هالفيديو وعنده فيوز كتير عاليين. Nice. بقى it's a nice. حلوة. It's حلوة المسج مهمة. هلا. Next video. الفيديو الثاني فيديو مهضوم. بتعرفي أوقات منقول قديش معقول الكلب يكون عنده tolerance مع الأولاد وقديش ممكن يتفاعل مع الأولاد. It's a very short video بس it's a cute one. Yeah. خلينا نشوفه سوا. من هيك يعني مش معروف مين حريص على مين، عرفتي؟ الولد على الكلب ولا الكلب على الولد؟ والأهدم من هيدا، أول شيء الكلب أكبر منه للولد والكلب ناطر، يعني إنه يلا خلص الشغلة اللي عم تعملها، وباله طويل وأنا باله كتير طويل بقى. sometimes ما تركه، لا ما تركوا هيدا الأهم. شو حلوة. So sometimes نحن منقول كيف رح يكون تفاعل ممكن الكلب مع الأولاد مع الأطفال، هل رح يتفقوا سوا، هل وعن جد بكتير من المحلات. هلأ نحن عم ننقي فيديوز كتير قصار لأنه ما عنا كتير وقت، بس بكتير محلات وخاصة هالأيام السوشيال ميديا بتخلينا نشوف هالقصص، بتشوفي قديه في bonding بينعمل بين الأطفال والحيوانات. صح. وقديش فيهم يفيدوا الأطفال. أكيد. يعني في cases بيكونوا أطفال مثلا عم بيعانوا من التوحد ولا هيك، على طول بتحسي إنه الحيوان بيساعدهم، بيعبي فراغ كمان 100%. هلا الفيديو الثاني كمان اتوز كمان دعايه بتشجع الاورجن دونيشنز. سو خلينا نشوفها سوا. دعايه كثير حلوه.
شو مؤثر؟ حلو حلو كتير. أنا حضرتها قبل سو حضرتها كذا مرة هالدعاية كتير حلوة. اليوم نحن كهيك أفراد بالمجتمع أوقات ما بعرف يعني أنا من الأشخاص اللي كتير بيدعموا هالشغلة إنه نحن إذا قدرنا نساعد أشخاص أكيد. من بعدنا ليه لا؟ هون إذا بدنا نفسر شوي يمكن في أشخاص قطعت ما لاحظوا شو الرسالة هبة الأعضاء 100% ومثل ما الكلب نطر صاحبه فات على المستشفى أكيد وتوفى. ما ظهر صاحبه ظهرت السيدة الأخذة عضو من هالرجال ودغري حس تفاعل معه دغري حس سو نحن اليوم قديش مهم هيدا الشيء منموت ما بناخذ شيء معنا اذا فينا نساعد اشخاص ثانيين هيدا اكيد هيدا لازم ضروري كل انسان وكمان هون نشوف اهميه الحيوان الاليف مثل ما عم تقولي انه قد ايه عاطفته قويه وقد ايه بحس مع صاحبه ايامات في يكون اقرب من صديق 100% وهيدي الشغله تينا يعني اوقات نحن وي اندر استيميتد او ما بنعطيها القيمه هلا الاشخاص اللي بيكون عندهم بات بحسوا فيها الاشخاص اللي لا يمكن ما بيحسوها مزبوط بدهم يختبروها تيعرفوا بس اختبار هالعلاقه بين الانسان والحيوان شيء كثير حلو مزبوط وبتصور بهيدي الدعايه استعمل بس كمان الانسان بده يحب طبعا تيعطي مجال لهيك علاقه تنبنى مش كل الاشخاص بحبوا هيدي كثير مهمه لانه unfortunately بنشوف كثير اشخاص عندهم حيوانات ولكن بدل ما يكونوا عم بيستفيدوا من هالعلاقه بيكونوا عم بيبنوا علاقه عاطله وهون بنشوف الابيوس اوف انيمالز يلي على طول مننبه ومنوعي عليه ومنقول انه يا ريت بنستفيد من هالروح الموجوده معنا وما بنستعملها كمنظر او كشكل أكيد. او sometimes unfortunately بيستعملوهم للفايتس ويلي هو شيء حرام لا اكيد لا ونحن اكيد ضده دعايه كثير حلوه اخذت اكثر من 20 مليون فيوز اند الامباكت تبعها كان كثير رح نكفي بالفيديوز فرحين اكثر في 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 فرح وفي حزين بعد بعد هالبريك بعدنا عم نشوف فيديوز مختلفين عن pets قطع واحد كتير مؤثر واحد تاني مهضوم هلا شو رح نشوف سوا جيسي هلا رح نشوف very short video كمان كيوت عن العلاقة بين الأطفال والكلاب قد فيها تكون مهضومة قد فيهم يتفاعلوا سوا قد فيهم يكونوا كيوت سوا very short video رح نشوف يلا go مش معقول شو مهضوم مش انه عم بينزل على اربع اجرين لا اجرين ورانيات كمان فلتهم مثلها 100% وكمان عم بينزل بيتطلع يعني وقتها هي بتنزل درجه بينزل درجه وراها كيوت فيري كيوت سو مهضومين فيهم يكونوا نايس كومبانيونز للولاد ويل بي سربرايزد قديش الحيوانات فيهم يتعلموا ويعلموا اولادنا اتس ا نايس ثينج هلا الموفي اللي بعد منه فيديو اتس ا شورت موفي اند ذس موفي واز دان انعمل كرمال كامبين انعملت عن الحيوانات وعن قديش نحن كاشخاص منقلل من المسؤوليه اللي بتجي مع الحيوان وكتار منا بكل سهوله بيتخلوا عن حيواناتهم لانه يمكن بيتسرعوا انه ياخذوا قراراتهم القرار انه نجيب حيوان ما انه قرار هين على طول بنجرب نوعي قديش هيدا الشيء بده مسؤوليه وبده وقت وما انه هين في كثير تشالنجز وفي التزام التزام كثير طويل وصعب وما انه كله بسط وفن وبعدين نضطر انه نتخلى عنهم شورت فيديو طويل رح نحكي عن 4 دقائق ونص احضروه كله احضروه للاخر لانه كثير حلو Whatever the form it comes in and may be I'm ready to
eyes too close, too close for my wing body. I'm so ugly when I cry. You almost killed me, honey. للاخر بدها تستوعب شو عم بيصير 100%. فهون اكيد قرنوا اهميه الحيوان باهميه الولد. هي اذا بدك اجمالا لتقدري تلفتي نظر الاشخاص وخاصه اللي ما كثير بياخذوا الحيوان كروح. صح. اذا حطيتيها كطفل هلا عم بتجيبيها على البيت عم بيتعلق فيك عم بيكون ريسبونسبل، كلنا مركزين على البنت كشخص، وبالاخر وقتها تخلينا عنه ردينا لحقيقته اللي هو الكلب. هيدا انعملت لانه كثير من الشلترز بالعالم عندهم كثير حيوانات، اشخاص كثير عم بيتخلوا عنها، والسبب الاساسي مثل ما قبل ما نبلش بالفيديو قلنا ما منهم حاضرين، ما بناخذ هيدا القرار بطريقه مسؤوله، بنفكره انه هين. مثل ما الواحد لما يقرر يجيب ولد ما في يغير فكره بعدين 100%. فهون كمان ما لازم يقدروا يغيروا فكرهم. الفرق انه هون فيك تشتري unfortunately هينه، فيك تجيبي كادو بعدين تقرري انه لا ما بناسب حياتي، وجعت راس بتعبني بهيدا. فاذا شوي هيك بنفكر فيها اكثر بطريقه الحيوان وبس نعتبره روح مش اكثر، بنصير يعني نعطيها الاهميه اللي هو عن جد فعلا بيستاهلها. انا على طول بقول يعني انا بفهم اليوم ما فينا نقارن الكلب بالولد، بس خلينا ناخده كروح. وقتها بناخده كروح بتصير المعامله يمكن أفضل بكتير. سو هيدا الموفي من يمكن أجمل الموفيز على اليوتيوب اليوم، ومن أكثر الموفيز الريليتد للحيوانات والكيسز والكازز تبع الحيوانات. بيوصل الرسالة بطريقة كتير قوية وكتير ديركت ومختلفة. مختلفة يعني من الأول ما بتعرفي شو عم بيصير، بس بالاخير من هيك قلت لهم احضروا للاخر. الفيديو الثاني اللي معنا، اذا انت كنت تينا عامله شيء غلط، شو الشيء مثلا كيف اذا هيك عامله شيء غلط شو اول شيء بتفكري فيه؟ شو بدك تعملي؟ اعتذر او بدك تخبي حالك؟ شو برايك الكلب معقول يعمل اذا حس حاله قلتي؟ خلينا نشوف هالفيديو المهضوم سوا. تراش كان ماتي You're pushing yourself away? Where are you going? Come here! Come here! Monty, come here right now. Come
Nazi, come here. يمكن ما شفنا الفيديو من الأول. بالأول الكلب وقع على الزبالة. سو عم تعيط علي إنه شو عملت؟ هلا نحن مرة بالزمانات عملنا ببيتس حلقة عن إذا الكلاب بحسوا حالهم جلتي أو لا. هلا هي أكثر بتفاعلوا مع صوتنا. مع الصوت. بس كثير مهضوم كيف هو. بس كمان في شغلة إنه انزوى الصبي الكلب انزوى الكلب ولكن هي ما كتير عم بتعلي صوتها يعني دجا هي عم تتعاطف معه أنا عم تضحك شوي وستيل هو خايف منها وحاسس بالذنب إنه في شي غلط it's a cute video وحبيت كيف رجع لورا إنه مش إنه تطلع وراه زحت حاله تختفى كليا كومبليتلي اختفاء هيدي كانت المجموعه الفيديوز في معنا كمان فيديو حلو بس ما بتصور بقى بلحق نحضره كثير مهضومين جيسي فيري نايس هيك بكسر شوي نكسر الروتين عاده بنحكي كثير عن كيف الاعتناء وهيك ولكن حبيت يكون عندنا حلقه هيك بس نضوي على هالقصص yes. المهضومه يلي يمكن كثير منا بنشوفها على السوشيال ميديا بنعمل لها شير وهيك اليوم وي شيردت مع المشاهدين ثانكس جيسي رح ناخذ بريك ومستمرين معي بواتس كوكينج رح يكون معي شعل عسل اليوم